يقول لك نحن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية غير موجودة. الإطلاق العام هو إطلاق السنة على المتبعين للمنهج الصحيح الأصلي الذي هو الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصديق كل ما جاء بهما وإعمال العقل فيما من ذلك. وهؤلاء فيهم أو اشتهر من مذاهبهم العقدية أربعة مذاهب، لأن ما جاء به الوحي نزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ليس مذهبا لأحد، فلا يقال مذهب الشافعي وجوب الصلاة أو مذهب مالك وجوب الزكاة، هذا ليس مذهبا لأحد، هذا الدين الذي نزل به جبريل. المذاهب هي الأمور الاجتهادية الزائدة على أصل النص، فالمذاهب معناها طرق للتعامل مع النصوص، هي جامعات تتعامل مع النصوص، فأنت درست في هذه الجامعة فمعناه أنك مذهبك هو هذا المذهب، آخر درست في جامعة أخرى مذهبه هذا المذهب، لكن ما رأينا تعصبا شديدا للجامعات بحيث يتضارب الناس على أن هذا من جامعة، هذا من الأزهر وهذا من الزيتونة، ما بينهما افتراق، الذي يدرسه في الأزهر يدرسه في الزيتونة، والذي يدرسه في الزيتونة يدرسه في الأزهر، واحد من علماء الزيتونة كان شيخا للأزهر شيخ حسين، نعم هكذا. فلذلك لا إشكال في تنوع المذاهب سواء كانت فقهية أو عقدية، لأن العقدية كثير من الناس يتوهم أن العقائد معناها الأمر الصادق بالكلية المقطعي الذي ليس فيه اجتهاد ولا غلط وكله يجب على الجميع أن يدخل فيه فيجعل العقيدة كخرم إبرة لا بد أن يدخل منه الجميع، هذا غير صحيح. العقيدة علم من العلوم مثل الفقه ومثل النحو مثل التصوف مثل التصريف، فيه صواب وفيه خطأ، فيه أصول وفيه فروع، فيه اجتهادات، فيه مسائل. من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به من عند الله ومات على ذلك هو مؤمن من أهل الجنة. اشترط له فقط أن يؤمن بستة أمور، وهي بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره إجمالا، وأن يفعل خمسة أمور، هي أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت، من فعل ذلك كان من أهل الجنة. لكن لدينا تخصصات كثيرة، ومنها التخصص العقدي، لأن الله جعل الإنسان مؤلف من ثلاثة عناصر، هي العقل الذي شرفه به على سائر الحيوانات، والبدن الذي هو من تراب، والروح التي هي نفخة غيبية من أمر الله، وعلى أساس هذه العناصر الثلاثة جاء الدين. ثلاثة عناصر: الإيمان خطاب الله للعقل، والإسلام خطابه للبدن، والإحسان خطابه للروح، فاجتمعت العناصر الثلاثة مع عناصر الإنسان الثلاثة، وبقدر التوازن فيها يكون الإنسان مستقيما معتدلا بقدر توازنه في هذه الأمور. ولذلك المذاهب العقدية منها ابتداع ما كان فيه تكذيب لله، تكذيب لرسوله صلى الله عليه وسلم، اتخاذ مصادر للتلقي لتلقي العلم غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عند الله، هذا مبتدع، ويسمون أهل الأهواء. لا نكفر من كان منهم يؤدي كل الأركان السابقة، يؤمن بالأركان الستة ويقيم الأركان الخمسة، هذا لا نكفرهم إلا إذا وقع منهم شخص في كفر وحكم عليه القاضي به بذاته. ثم غيرهم هم أهل السنة، وأهل السنة مذاهب كثيرة، أكثرها يعود إلى أربعة مذاهب. المذهب الأول مذهب السلف الأولين الذين لم يكن لديهم التحدي الذي لدينا الآن، وهم الصحابة والتابعون وأتباعهم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، كانوا يعلمون أن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق كله وحق كله، فهمناه أو لم نفهمه لا نكلف أنفسنا عناء فيه. كلهم كانوا أيضا من الناطقين بالعربية، فلا يحتاجون إلى تعلم أن الفاعل مرفوع وأن المفعول به منصوب وأن المضاف إليه مجرور، ولذلك يفهمون الكلام العربي على وجه السليقة. لم نسمع أحدا استشكل على النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يقول كيف ينفي المشابهة ومع ذلك يثبت الصفات. هذا ما جاء إلا بعد أتباع التابعين، عندما جاء المعتزلة في أواخر أتباع التابعين وقالوا القديم لا يتعدد وهو الذات دون الصفات وأنكر الصفات. لكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ما قال أحد هذا ولا سأل عنه. ما جاء أبو جهل يجادل أو عتبة بن مسعود أو عتبة بن ربيعة أو الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، ما جاء أحد منهم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم تناقض هذا الكلام
كيف يقول ليس كمثله شيء ثم يقول انه يقول لنا وهو السميع البصير؟ ما قالوا هذا، ما استشكلوا. هذا المذهب الاول هو مذهب السكوت، الايمان بها وتصديقها كما قال الامام احمد بن حنبل، تفسيرها قراءتها، ولا كيف ولا معنى، لا تبحث في اي شيء، اقراها كما هي وامن بها وصدق. وهذا الذي عندما سئل مالك عن الاستواء قيل له ما معنى الرحمن على العرش استوى؟ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا صاحب سوء أخرجوه عني. فلذلك كانوا يصدقون ويؤمنون غاية التصديق، ولا يكلفون أنفسهم عناء في تفسير هذه الأمور. لكن بعدهم وقع أهل السنة في مشكل، وهو أن الناس في ذلك الوقت كانوا جميعا أو الأغلبية الساحقة منهم يفهمون القرآن على وجه السليقة لأنهم أهل اللسان العربي، فدخل الناس في دين الله أفواجا، دخل الفرس والترك والروم وأنواع الخلائق والأفارقة في دين الله، والرسول مرسل إليهم جميعا والقرآن منزل إليهم جميعا. فلا يمكن، إذا سألني سائل إفريقي أو فارسي أو تركي أو رومي أو روسي أو من أهل سكان هذه الأرض قال لي ما معنى الرحمن على العرش استوى، أنا أقول له ما قال مالك الاستواء معلوم، سيقول كذبت، أنا ليس معلوما عندي، أنا أسأل لتعلم، هذا القرآن ليس ألغازا، هذا كلام الله. فلذلك اختلفوا أي أهل السنة اجتهادا لتجدد مشكلة، والاجتهاد هو حل لمشكلة تجددت. ولذلك يقول أهل التكنولوجيا الاختراع وليد الحاجة، عندما تأتي الحاجة نخترع لها حلا. فكذلك نحن الآن دخلنا في مشكلة جديدة، كيف نتعامل مع هذه النصوص؟ هذه وجدناها ثلاثة أقسام، النصوص العقدية ثلاثة أقسام. القسم الأول يدرك العقل أنه صفات لله جل جلاله، هذا لا إشكال فيها، هو السميع البصير، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، هذه صفات لله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا كله صفات الله واضحة جدا، لا يماري فيها أحد ولا ينكرها. النوع الثاني أفعال لله، فعلها الله جل جلاله، مثل خلق السماوات والأرض، إنزال المطر، بعثة الرسل، تقسيم الأرزاق إلى آخره، هذه أفعال فعلها الله جل جلاله. القسم الثالث هو الذي أشكل على الناس، لا يقتضي العقل أنه صفات ولا يقتضي أنه أفعال، وهذا مثل الوجه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، مثل العين ولتصنع على عيني، مثل اليدين واليمين لما خلقت بيدي، ومثل الجنب في جنب الله، ومثل الشخص كما في حديث الذي عند ابن خزيمة في الصحيح وهي إثبات الشخص لله، ومثل الأصابع ومثل القدم والساق كلها في حديث صحيح. فهذه كيف نتعامل معها؟ لا يمكن أن نقول إنها لغز فنهملها، بل لا بد أن يكون لنا حل نقدمه للناس. هذا الحل اختلف فيه أهل السنة، منهم قوم قالوا نجعلها جميع الصفات فنلحقها بالصفات دون أن نحدد ما هي تلك الصفات، وهذا مذهب الحنابلة، والناس اليوم يسمونه مذهب السلف، وهذا ليس مذهب السلف، ومذهب الحنابلة بالخصوص يقولون الوجه صفة لله، والعين صفة لله، واليدان صفة لله، والقدم صفة لله، والساق صفة لله، على ما يليق بجلاله، لا نشبهه بخلقه، ولا تقتضي تجسيما ولا تبعيضا جل الله عن ذلك، هي صفات. هذا اجتهاد منهم اجتهدوا فيه. جاء أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري وهو من أئمة الشافعية، وأتى باجتهاد جديد. هذا الاجتهاد قال هذه الصفات، هذه اللي أقصد النصوص، نحملها على ما يشبهها ويقترب منها مما هو معقول، لأن الصحابة فعلوا، فأم سلمة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثبت عنهما أنهما لما سئل عن المعية العامة أولاها بالعلم والإحاطة، المعية العامة جاءت في آيتين من كتاب الله،
في سورتين متواليتين، سورة الحديد وسورة المجادلة، وهو معكم أينما كنتم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. هذه المعية العامة. أما المعية الخاصة فمعناها النصرة والتمكين، ولا إشكال فيها، إن الله مع المحسنين، إن الله مع الصابرين، إنني معكم أسمع وأرى، لا تخف، إن الله معنا. هذه المعية الخاصة معناها النصرة والتمكين، لا إشكال فيها. لكن المعية العامة هي التي استشكلها الناس، فأولها الصحابة أم سلمة وعبد الله بن عباس، أولها بأن معناها العلم والإحاطة. قال أبو الحسن: ما الفرق بين هذه وبين غيرها مما أشكل؟ كل من عند ربنا، فنحن أعطانا الله عقولا، أولها من أول الوجه أنه الذات، وأن العين البصر، وأن اليد القوة، وهكذا. هذا أيضا اجتهاد. جاء أبو منصور: ما تريد، وهو أيضا من أئمة أهل السنة من الحنفية، ورأى اجتهادا آخر، حلا آخر، وهذا الحل أيضا يشترك فيه مع أبي الحسن في قول الله، هو مذهب التفويض مثلا، مذهب التفويض ومذهب التأويل كلاهما مشترك بين الأشاعرة والماتريدية، لكن اختلفوا في 24 مسألة من ذلك. قال: بدل أن تحيل الإنسان إلى علمك أحله إلى علم الله، إلى علمه هو أحله إلى علم الله، بدل أن تقول له الاستواء معلوم قل له الله أعلم بمراده به، فأنت بدل أن تحيله إلى علمه هو أو علمك أنت أحله إلى علم الله، وتنحل المشكلة. وهذا يسمى التفويض، لأنه فيه إقرار بأن هذا حق، الرحمن على العرش استوى، آمنا بذلك، هذا صدق لا ريب فيه ولا شك، قطعا ليس فيه نقص ولا ما يؤدي تجسيما ولا ما يؤدي تحيزا. فالله جل جلاله كان قبل أن يخلق العرش وهو على ما عليه كان، لا يحدث له الخلائق أي صفة، هو على ما عليه كان سبحانه وتعالى. كلهم إن شاء الله ناجون، كلهم اجتهادات، اجتهاد ناجي إن شاء الله، والحنبلي ناجي، والسلفي ناجي، كلهم ناجون، هؤلاء كلهم من أهل السنة. لكن هنا تنبيه فقط إلى كلمة الشيخ، هي أن بعض الناس يرى أن المسلمين جميعا المصلين فيهم فرقة واحدة ناجية والبقية هالكون. والواقع يقول لك: من الفرقة الناجية؟ يقول لك: نحن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. الفرقة الناجية غير موجودة، الفرقة أصلا غير موجودة يوم القيامة. يوم القيامة ما فيه إلا فرد، ليس فيه فرق ولا مذاهب ولا دول ولا جنسيات، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. يوم القيامة لا يأتي فيه قريب يغني، لا حميم يغني عن حميم، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وفي قراءة ابن محيصن المكي، وهي من القراءات 14 زائدة على 10، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يعنيه، هو مختص به. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. فلا يمكن أن تنجو فرقة بكاملها، ولا يمكن أن نحكم على فرقة بكاملها بالكفر أو بالضلال جميعا. الفرق هي مثل الجنسيات ومثل القبائل ومثل الأجناس والألوان، فيها الصالحون والطالحون، حتى الجن فيهم المسلمون وفيهم دون ذلك، فيهم الصالحون وفيهم القاسطون، وقد أخبر الله بذلك. فلذلك إذا كان الجن فيهم هذا التفصيل، فكيف بالإنس وكيف بالفرق والمذاهب؟ جزاك الله خير.